التوقعات ما زالت ثابتة، ولله الحمد بعودة أمطار الخير خلال الأيام القادمة، وسوف تستمر لعدة أيام. والآن سننتقل إلى التفاصيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، في هذه النشرة المباشرة الخاصة بحالة الطقس بالمغرب لآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية التي صدرت قبل قليل إخواني الكرام، ولله الحمد التوقعات ما زالت ثابتة إن شاء الله بحول الله ويبقى العلم لله. فقبل الأخذ في التفاصيل إخواني الكرام، لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل لكي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات، وشكرا لكم جزيل الشكر. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة إخواني الكرام، فالتوقعات ما زالت مبشرة بإذن الله بعودة الاضطرابات الجوية المهمة. بالنسبة ليوم السبت، في احتمال ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بسبب تكون مرتفع الجو الأوزوري، ولكن خلال الأيام القادمة سوف تتغير الحالة الجوية بالمغرب بدخول اضطرابات جوية إن شاء الله بداية من الأيام التي سنقدم لكم. فالمرجو مشاهدة الفيديو للنهاية لكي تعرفوا المناطق المعنية بالتفصيل إخواني الكرام. ويتوقع بداية من يوم الأربعاء اضطرابات جوية سوف تشمل عدة مناطق من المملكة يوم الخميس، وسوف تعطي أمطار عاصفية وقوية. سنقدم لكم المناطق المعنية في التفصيل إخواني الكرام. بالنسبة للمناطق المعنية إخواني الكرام بالتساقطات المطرية العاصفية إخواني الأعزاء، فهي كالتالي: اضطرابات جوية وأمطار عاصفية حاضرة على المناطق التالية: تساقطات مطرية وثلجية كثيفة على شيشاوة وكمدن أونزميز إيمنتانوت خميس ود الحاج، وكذلك غادير بوشيبق العزرقن بن قرير اليوسفية وسيدي بنور الوالدية ولاد فرج والجديدة سطات برشيد والدار البيضاء بن سليمان وواد زمخريبكا زود الشيخ وخنيفرة وزود الشيخ وتبانت. ثلوج كثيفة جدا إخواني الكرام، وسكورة مداز وتالا، وطقس عاصفي على قرسيف ووجدة بركان الناظور والدريبش الحي سيما، وكذلك شفشاون وإيساقن القنيطرة والعرائش للا ميموس دعلا التازي والرباط الدار البيضاء المحمدية والجديدة وأسف الوالدية سيدي بنور مراكش قلعة سرغنة، وكذلك مرتفعات الأطلس. وسوف تشهد زاكورة كذلك تساقطات مطرية غزيرة ومعتبرة، وكذلك ميدة مع احتمال استمرار الأجواء الغير مستقرة إن شاء الله. تساقطات مطرية معتبرة إن شاء الله يوم الخميس سوف تعرفوا المناطق الشمالية المملكة خير كبير إن شاء الله. سنعطيكم آخر التفاصيل والمستجدات في هذا الفيديو كما تشاهدون. خير كبير قادم نحو المملكة، سنعطيكم المناطق المعنية بالتفصيل. فالمرجو مشاهدة الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا التفاصيل إخواني الكرام. فالنماذج متفقة، النموذج الأوروبي والأمريكي متفقان بدخول هذا الاضطراب الجوي المهم إن شاء الله خلال الأيام القادمة إن شاء الله. نسأل الله الثبات لهذه الخيرات. فالمرجو مشاهدة الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا التفاصيل. دخول منخفض جوي كبير إلى المملكة، وبداية من يوم الأربعاء إن شاء الله ستعرفوا عدة مناطق تساقطات مطرية عاصفة من المستوى البرتقالي. والمناطق المعنية فهي طنجة، أصيلة، العرائش، للميمون، استعلال التازي والرباط، الدار البيضاء، بن سليمان، برشيد، القارة، وكذلك الجديدة، ولاد فرج، سيدي بنور، الوالدية، أسفي، خميس ود الحاج، اليوسفية، وصويرة. ويتوقع إن شاء الله مع مرور ساعات استمرار الأمطار القوية والعاصفية خصوصا على المناطق الشمالية للمملكة، وسوف تستمر الأمطار لعدة أيام. تساقطات قوية من المستوى البرتقالي على تطوان، وكذلك طنجة، أصيلة، العرائش، شفشاون، إيساق، الحسيمة، والدريوش، قرية أبو محمد، سيدي علال التازي، سيدي سليمان، الرباط، بن سليمان، الدار البيضاء، والقارة، برشيد، ستات، وكذلك مرتفعات الأطلس على قلعة سرغنة بمراكش أوكيمدن أونزميز وأكادير بوشي. يتوقع في الفترة الليلية استمرار الثلوج الكثيفة على مناطق أوكيمدن أونزميز إيمنتانوت ومرتفعات الحوز وتبانت، وكذلك أكادير بوشيبة وأزيلاء قلعة سرغنة بني ملال وزود الشيخ وخنيفرة وأسفي. ويتوقع يوم الخميس اضطرابات جوية قوية متواصلة إن شاء الله على مناطق سوس إن شاء الله، وأمطار وثلوج كثيفة، أمطار متواصلة على تيزنيت، بلفا، عيد باها، وأكادي، وكيمدن، أونزميز، إيمنتانوت، مع تساقطات ثلجية، وأمطار حاضرة على الصويرة، عيد داود إن شاء الله، خميس ود الحاج، وأسفي، اليوسفية، الوالدية، سيدي بنور، والجديدة، دار البيضاء، والرباط، الخميسة، سيدي علال التازي، للميمونة، والعرائش، طنجة، وتطوان، وشفشاون، والحسيمة، مع احتمالية استمرار الأجواء الغير مستقرة في الفترة الليلية باضطرابات جوية هامة، خصوصا على مناطق سوس، على سيدي إفني، وكذلك تافراوت، وديزنيت بالفاع، وأيتباها، وأكادير، تلوين، أيتباها، وكيمدن، أونزميز، والصويرة، خميس ود الحاج، وآسفي، اليوسفية، بن قرير، واضطرابات جوية متواصلة على الجديدة، والدار البيضاء، برشيد، والمحمدية، وبن سليمان، وسطات، ولاد فرج، وتساقطات ثلجية حاضرة على خنيفرة، وميدلت، وإفران، والحسيمة، تطوان، وطنجة، وشفشاون. احتمالا نكون رياح قوية جدا إخواني الكرام، خصوصا على عدة مناطق
المناطق الشمال الأقاليم الجنوبية المكة مع تطاير غبار. يوم الجمعة استمرار أمطار الخير والأمطار والمنخفضة جو على طنطان وبالميم وتيزنيت وأكادير وأيتا والترودانت وأيتباها والصويرة وتساقطات معتبرة على أسف خميس الحاج والوالدية والجديدة إن شاء الله. ويتوقع استمرار الأمطار الخير إن شاء الله كذلك في الفترة بعد الزوال على أكادير وترودانت تاليوين أمزميز أوكيمدن أيتا والصويرة. وكذلك قال استرغنا سيدي بوعتماد بن قرير اليوسفية سيدي بنور الوالدية وأسفي ولاد فرجة وخميس ولاد الحاج وتساقطات مهمة على أزيلال بن ملال وتباينت وكذلك أسول وقلميمة تساقطات مطرية على فاس وكذلك متواصلة على الحسيمة وتطوان ببرد وطنجة باضطرابات جوية مهمة. وسنعطيكم كذلك كمية الأمطار المتوقعة بإذن الله لآخر تحديد. خلال الفترة الليلية طقس عاصفي من المستوى الأحمر إخواني الكرام خصوصا على المناطق والماس والرمان والخميسات إفرانس كورمتاز وفاس. أمطار قوية على تازة وتهلا تونات إيساقن والحسيمة وتاوريت الناظور وتطوان وطنجة شفشاون خير كبير متواصل بالمغرب بأمطار واضطرابات جوية متتالية سوف تستمر لعدة أيام. واضطرابات جوية متواصلة على الدار البيضاء وكذلك برشيد والقارة وبرشيد وسطات ولاد فرج خريبقة واتزم زاوية الشيخ بن ملال بروج قلعة زغنة أزيلال تباينت وتونفي. وثلوج كثيفة على المرتفعات الأطلس مع تساقطات مطرية متواصلة على الصويرة وآسفي وكذلك الجديدة إن شاء الله وولد فرج وكذلك الناظور والحسيمة وتساقطات متواصلة يوم السبت. يوم السبت في فترة الصباحية استمرار المنخفض الجوي الهائل والعملاق القادم بقوة نحو المملكة الحاضر على قرسيف وكذلك تهالة وتازة فاس قرية أبو محمد وكذلك إيساقن والحسيمة والدريوش الناظور بركان ووجدة واضطرابات حاضرة على تطوان طنجة وشفشاون وزان قرية أبو محمد سيد سليمان سيد علي التازي للميمونة وفاس وكذلك اضطرابات جوية متواصلة على جديدة وآسف الوالدية خمسة الحاج والصويرة وأكادير بالفا وإتباها وسيدي إفني. ومن المتوقع إخواني الكرام استمرار الأجواء الغير مستقرة وهذا الطقس العاصفي والقوي بداية فترة بعد الزوال من يوم السبت 23 مارس. والمناطق المعنية مشاهدينا الكرام خلال يوم السبت في أكادير ترودانت وبالفا وتيزنيت الداود أوكيمدن وإيمن تانوت مراكش أكادير بوعشيبة أسفي اليوسفية سيدي بنور ولاد فرج والجديدة الوالدية سطات برشيد القارة والدار البيضاء بن سليمان الروماني والرباط وكذلك والماس والخميسات إفران وسكورة مداز وتساقطات مهمة على ميدة وعاطف وكذلك وجدة وبركان الناظور الدريوش الحسيمة وتطوان طنجة وشفشاون وكذلك للميمونة. ويتوقع استمرار الطقس العاصفي في الفترة الليلية إخواني الكرام. والمناطق المعنية في الفترة الليلية فهي كالتالي: رغم أن التوقعات ما زالت بعيدة المدى ولكن كل النماذج تشير لدخول هذا المنخفض إن شاء الله، نسأل الله التبات لهذه الخيرات. أمطار وثلوج كثيفة، أمطار حاضرة على قدير بوشيبة سيدي بوشمان بن قرير وقلعة سرغنا البروج بن ملال وأزيلال زود الشيخ وخنيفرة واتزم خريبقة والقارة والدار البيضاء بن سليمان والروماني والماس والخميسات مكناس وفاس وأسكور. كذلك اضطرابات جوية حاضرة على أولاد فرج وأوطات الحاج بيسور وميدلت مع ثلوج كثيفة على أسول والريش وتونفيت وإملشيل وتبانت وتينغير. أمطار متواصلة على الخميسات مكناس وفاس وتالا وقرة أبو محمد وسيدي علي التازي والعرائش كذلك الحسيمة والناظور. ومن المتوقع لتراكمات الأمطار إخواني الكرام خلال الأيام القادمة أن تشهد المملكة تراكمات قوية وخير كبير، خصوصا أقصى تراكمات سوف تشهدها المناطق الشمالية والسويس إن شاء الله بكمية من التساقطات مهمة قد تصل إلى أزيد من 50 ملي متر مشاهدي الكرام. كذلك على السويس والمناطق المعنية بهذه التراكمات المهمة فهي كالتالي: تراكمات جد مهمة ومعتبرة على وجدة بركان وأمطار غزيرة على الناظور التريوش والحسيمة ساكا وأكنول تاونات إيساقن. طقس قوي بقرية أبو محمد شبشاون تطوان طنجة القنيطرة وأصيل الفنادق المضيق والعرائشة للميمون سيدي علي التازي والرباط الخميسات مكن وكذلك سكورة مداز إفران والماس والخميسات.